يسعد صباحكم مشاهدينا الاعزاء بحلقه جديده من برنامجكم صباح سوري. 10 اعوام على البدء. في الاول من شهر كانون الاول عام 2012 كانت الاطلاله الاولى لقناه حلب اليوم، حاولت انه تكون الاقرب للسوريين. يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وصباح الخير محمد. صباح الخير الاء، صباح الخير لكم مشاهدينا. 10 اعوام وحلب اليوم تنقل نبض المجتمع السوري بكل اطيافه وتوجهاته. منذ 10 أعوام بدأنا وما زلنا مستمرين على أمل أن نكون دائما معكم، ويسعد صباحكم مشاهدينا. مع إشراقة شمس الحرية ولدت الفكرة، وكسرت معها جدار الصمت والصوت الواحد. تحدت كل الظروف، بثت من داخل مدينة حلب، خاطرت، هاجرت، ودفعت ثمن كلمتها الحرة. 10 أعوام قلبت فيها صفحات السوريين، وروت قصصهم، ورصدت أخبارهم، عاشت معهم أفراحهم وأحزانهم. شو بدها الوحدة غير أولادها؟ ما بدي من رب العالمين إلا أولادي بس. سلطت الضوء على قضايا المنسيين. 10 أعوام وما تزال مستمرة، تسأل، تسائل، تفتش وتبحث لتصل إلى كل الأجوبة الصحيحة، وتكون شاشة لكل السوريين ولكل من يهتم بشؤونهم، وتبقى في ذاكرة السوريين ووجدانهم علامة فارقة في تاريخ الإعلام. حلب اليوم، 10 أعوام معكم. مشاهدينا بدنا نرحب معنا بالاستوديو بالاستاذ محمد انيس، منشد سوري. يسعد صباحك سيد محمد. اهلا وسهلا. طبعا سيد محمد انيس رح يشاركنا باحتفاليه اليوم، احتفاليه حلب اليوم التي بدات بثها في 1/12/2011 إلى سوريا والشرق الأوسط. تطورت القناة من عرض صورة من عرض صور وشريطين أخباريين، تعمل من داخل مدينة حلب في سوريا إلى محطة تلفزيونية فضائية متكاملة تغطي أخبار مختلف المناطق السورية وأخبار السوريين في بلاد اللجوء أيضا. نعم، وأيضا تعرض البرامج التلفزيونية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع في سعيها للوصول إلى كافة مكونات المجتمع السوري دون أي تمييز. محطات كثيرة عاشت القناة ولاحظ الجمهور في كل خطوة نخطيها كفريق عمل يكون هدفنا الأول هو أنتم مشاهدينا. وفي حلقة اليوم التي خصصناها للاحتفالية، سؤال الحلقة هو عن رسالتكم للقناة. نعم مشاهدينا، للمشاركة بإرسال رسالة للقناة بذكراها 10 بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول المباشر إلى الرابط بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حالياً على الشاشة. طبعا مشاهدينا بنحب نخبركم انه الاحتفالية الرسمية للقناة رح تبدأ اليوم الساعة 1 الظهر. انطرونا وتابعونا على الهواء مباشرة على شاشة حلب اليوم، وايضا عبر صفحة حلب اليوم الرسمية على الفيسبوك. طبعا فقرتنا الأولى رح تكون مع المنشد محمد أنيس بمناسبة العام 10 لذكرى بدء حلب اليوم. شو أكتر شيء بيلفتك بالقناة؟ والله الحمد لله رب العالمين، القناة ممتازة وتبث دائما شيء يعني في مضمون الأخوة السوريين جميعا وأسرهم ومعاناتهم أو معاناتهم، والحمد لله رب العالمين. بشكل عام يعني جيد، يعني الحمد لله هذه القناة مفيدة ومهمة، يعني لازم تكون موجودة في هذه الأجواء حاليا. يعني أستاذ محمد، كانت حلب اليوم هي نبض المجتمع السوري بكل أطيافه، وكانت من خلال برامجها دائما بتعكس جمال سوريا، جمال الوطن بكل يعني الظروف اللي مريت عليها. يا ريت لو بتسمعنا شيء بخص الوطن. طبعا
أنا بالنسبة لي يعني بما أنه منشد يعني منشد ديني منشد موشحات منشد أناشيد دينية، لكن سبحان الله نزولا عند رغبة هذه القناة وواجب على المنشد أيضا يكون كمان وطني ويعني شيء في عنده شيء من نعم هو شيء أمداح نعم نابع يعني من أمداح أيوة وطنه. نسمعكم هي موطني يعني غالبا هي فيها جمال وفيها جلال وما شاء الله يعني، وهي للشاعر فلسطيني إبراهيم طوقان. نعم. طبعا هي غالبا ما ينشدوها بفالت يعني هيك تنغمات من دول، بما أنه هي ملحنة لازم يكون إلى إيقاع إن شاء الله. نعم. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أرى وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدى نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، لا نريد بل نعيد مجدنا التلي مجدنا التلي موطني 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 صوت جميل سمعناها بنكهة مختلفة. هذا أنا أول مرة بقوله لأنه بإيقاع نعم. كل شيء ملحن لازم يكون له يعني وزن. ما بعرف أنا اللي 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 لحنه يعني شلون هيك اشتغل على الفالت ما بعرف. أكيد شكرا لك أستاذ محمد أنيس. سؤال حلقتنا لليوم للحلقة هو عن رسائل السوريين لقناة حلب اليوم، وكون حضرتك متواجد معنا بالقناة شو رسالتك للقناة وشو بتحب البرامج يلي عم تعرض على قناة حلب اليوم وشو بتحب تشوف فيها مستقبلا؟ والله الحقيقة سؤال وجيه جدا. أنا بالنسبة إلي هذه القناة كمنشد بقولوا فنان يعني كمنشد لازم ناقصة شغلة واحدة ومهمة جدا. طبعا نحن أهل سوريا أو أهل كل بلد لها تراثها الخاص يعني، فمن جملة التراث أنه نحن هون نفتقد إلى الفواصل ما بين مثلا المذيعة والمذيع أو الفواصل ما بين يعني
كل فقرة عن فقرة لازم يكون في شيء حتى ولو موسيقى. في سماعيات عندنا في 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 كنوزنا، كنوز الحلبية أو كنوز السورية بشكل عام، أو كل بلد إلى كنوز. في سماعيات لازم يعني تحطوا سماعيات لحتى يعرف هذا الجيل الجديد إنه إيش هالألحان هي عظيمة جدا. كيف في عنا سماعي طاطيوس يعني هو تركي، سماعي عزيز دادة، شيء من أجمل ما يكون. لما بتسمع الإنسان فعلا يسمو الإنسان بروحه، إذا كان صغير ولا كبير، يعني بالعربي بيقولوا بسلطن. فيجب أن يكون عندنا هنا سماعيات. أفضل ما يعني نضع ما بين الفقرة والفقرة يعني موسيقى صاخبة أو لا تدل إلا على الهبوط، وهذا جاءنا من الاستعمار يريد أن يحطم ثقافتنا. فنحن عندنا موسيقى رائعة جدا 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 على مستوى الكرة الأرضية، يعني نتحدى بها الناس، يعني ذهبت إلى العراق وذهبت إلى تركيا وأخذ من تركيا. فنحن هنا يعني يجب أن يكون عندنا هذه السماعيات، يعني مثلا دو سول دو ري مي فا ري مي، يعني هذا كله كله سماعيات يجب أن لشان نقول هالمشاهد سواء صغيرا أو كبيرا إيش هاد إيش هاد، شيء عظيم جدا. في عندنا سماعيات، في عندنا دواليب لموشحات عظيمة جدا يعني. طيب بما أنه حكينا عن التراث وحكيت لنا عن التراث وعن السماعيات الجميلة، حابين قبل ما نطلع فاصل نسمع شيء عن التراث لنوصل رسالتك عن التراث السوري بشكل عام أو عن شيء من التراث الحلبي بشكل خاص؟ نعم فيك كل ما أرى حسن يا عيني، فيك كل ما أرى حسن يا عيني، منذ رأيت شكلك الحسن يا عيني، جل من عليك من يا عين عيني، جل من به عليك من أيها الذي للوصال سن يا عيني، أيها الذي للوصال سن يا عيني، يا عين عيني لم حرمت مقلتي الوصل، ليلي مدمعي دمع أنا ما يا عيني عندما والشجر يا عين عيني بالشجر
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقتنا المخصصة اليوم للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق قناة حلب اليوم. واليوم ما عندنا سؤال للحلقة، إنما حنستقبل رسائلكم للقناة. عندنا مشاهدينا شاركونا عبر صفحة حلب اليوم الرسمية الرسمية، وبتقدروا توصلوا مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة عبر مسح الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. نعم مشاهدينا، بنحب نذكركم انه الاحتفالية الرسمية للقناة بذكراها العاشرة تبدا بث على الساعة في الساعة الواحدة ظهرا، والبث رح يكون طبعا ايضا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. من شريط الى قناة وبرامج ونشرات اخبارية، تنوعت البرامج منذ البدء والى اليوم، من استديو صغير الى توسعة والى تغييرات متعددة في الشكل والبرامج. في كل انطلاقة للبرنامج همنا كفريق عمل وخاصة فريق البرامج إنتاج برامج تلامسكم وتكون أقرب إليكم. وبحلقتنا اليوم حبينا نشوف رأي الشارع السوري، وأيضا يشاركنا شو أكثر شيء يذكرهم بالقناة. خلونا نتابع سوا. هلا متابعتي لحلب اليوم يمكن مقتصرة على برنامج أو برنامجين. في برنامج اسمه صباح سوري، حسه ظريف خفيف، بتقبلوا كافة الأعمار، كافة الفئات المجتمعية، فيعني فينا نشوفه كعائلة، كأصدقاء، كرفقة، فهذا من أبرز البرامج اللي فينا نشوفها حاليا. الأغاني الشعبوية، يعني مثلا أنا عندي أبي كتير بحب إنه يسمع الأغاني حلب اليوم، فهي شغلة مرتبطة يعني. شو بتذكرك حتى شو بيرتبط بذاكرتك من حلب اليوم؟ شو البرامج اللي بتتابع عليها؟ بتذكرني حلب اليوم بدايات الثورة، أول ما بدأت الثورة، كيف كانت تغطي أحداث الثورة، بريف حلب، أهم شيء كان بريف حلب، كنا نتابع بريف حلب، طبعاً كنت موجود بريف حلب هنيكي، وضمن حلب أيضاً صلاح الدين، وبالوقت الحالي عم بتذكرنا أكثر شيء كيف هي متابعة المخيمات بالداخل السوري وأوضاع القاطنين في المخيمات، وعم تنقل مآسيهم، عسى أن المنظمات تساعدهم أو أهل الخير يساعدوهم. أنا متابع بقناة حلب اليوم من أول ما باشرت القناة. هي أكثر شيء بتعطينا داخل السوري، معاناة المخيمات، القصف، الغلر، آراء الناس، هي بتعطيهم كل شيء. شو أكثر شيء بيرتبط بذاكرتك من قناة حلب اليوم؟ شو أكثر البرامج اللي بتتابعها؟ أنا ما بتابع ولا برنامج على حلب اليوم، بس ولكن أنا بحب القناة كونه سوري فقط، وفي عنده مصداقية. بالنسبة للشيء اللي بتتذكره من الثورة بحلب اليوم؟ بتذكر تهجير اللي صار في حلب اللي نقلته إذاعة حلب اليوم. قناة حلب اليوم هي قناة من أوائل القنوات اللي تخصصت بالشأن السوري، يعني أكثر شيء بحب تابعه فيه هو نشرة الأخبار، لأنه فيها عطول بيكون في تقارير وأخبار عن الداخل السوري بشكل خاص يعني. طبعا مشاهدينا من الروح للزملاء يلي شاركونا العمل بالقناة وساهموا بالنجاحات يلي حققتها خلال مسيرتها، وبيسعدنا نستضيف بداية وسيم الحاج مدير إذاعة حلب اليوم سابقا. يسعد صباحك سيد وسيم. صباح الخير لكم. أهلا وسهلا سيد وسيم. طبعا نحن أكيد بنتمنى لك التوفيق بمحطتك القادمة يعني، أو محطتك الحالية في العمل وتجاربك بالأعمال الإعلامية مع جهات تانية، لكن سؤالي لحضرتك، شو بيميز عملكم كان سابقا بقناة حلب اليوم؟ صراحة حلب اليوم يعني كانت كون انطلقت من بداية الثورة، وكانت المصدر تقريبا شبه الرئيسي لأخبار مدينة حلب وريفها خلال المرحلة السلمية، فكانت نبض الثورة، كانت نبض حقيقة، كانت نبض المجتمع، وكانت متابعة من كل الفئات المجتمعية، مو بس داخل مدينة حلب أو حلب وريفها، وإنما فيما بعد انتقلت حلب اليوم لأنه تكون هي تقريبا مصدر الخبر الثوري الأساسي، وخاصة خلال مرحلة السلمية، بالوقت اللي كان فيه النظام عم بيحاول انه عبر ابواقه الاعلامية وقت الثورة السورية بالتزامن مع الحملة العسكرية والامنية اللي كان عم يقودها، كانت حلب اليوم هي مصدر رئيسي لانه الناس تنتظر اخبار الثورة، والناس تحسن يعني تحصل على اخبار الثورة وتفجر فيها
الأعمال الثورية. يعني أنا بذكر نحن كنا نبعث لقناة حلب اليوم تنشر أخبار مظاهراتنا، فكنا نتشجع أنه وقت بيطلع الخبر صراحة على شريط حلب اليوم يعني نفرح كثير أنه تم رفع الخبر. وقت اللي مثلا ممكن أنه مرت حلب اليوم بفترة انقطاع مثلا شهرين الشريط نفسه ظل ثابت، فنحس أنه يعني المظاهرة صراحة يعني طلعت بس ما انتشرت، لأنه ليش ما انتشرت على حلب اليوم؟ لذلك كانت حقيقة حلب اليوم هي نبض الثورة بهذه المرحلة. أستاذ وسيم، اليوم نحن عم نحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق قناة حلب اليوم، بما أنه حضرتك كنت مدير سابق للإذاعة، شو بتحب توجه رسالة للقناة بهذا اليوم؟ صراحة يعني الرسالة المهمة أنه حلب اليوم تضل على نفس الخط الثوري اللي هي ماشيته. حلب اليوم امتازت بأنه هي نقلت معاناة الناس، نقلت ظلم الناس، نقلت الحقيقة الفعلية. حلب اليوم لازم تضل ماشية على هذا الخط الثوري. حلب اليوم هي القناة الأولى يلي تبنت قضية الظلم يلي مارسه النظام ومارسته القوى الإرهابية. حلب اليوم دفعت ثمن هذا الأمر عبر اعتقالات لمراسلين وتصفية لمراسلين. هذا الشيء اللي دفعه هذا الكادر اللي أنا بعتز فيه كثير بهذاك الوقت وحاليا، هذا لازم يستمر. الضريبة يلي دفعوها هي الكوادر يلي هن كانوا حقيقة القيمة الكبيرة بحلب اليوم. حلب اليوم ما كانوا الأشخاص العاملين بحلب اليوم هن الموظفين. حلب اليوم كانوا الأشخاص اللي عم يعملوا معها هن أصحاب قضية، أصحاب هدف، أصحاب مشروع، ما كانوا موظفين أبدا. واندفع ضريبة كتير كبيرة حتى يضلوا محافظين على الخط الثوري وحتى ينقلوا الحقيقة. مثل ما جردنا النظام وكشفناه، جردنا كمان أيضا وكشفنا ألاعيب القوى الإرهابية يلي مارست يعني يلي دخلت بيناتنا باسم الثورة، وحسننا نعريها وتبنينا القضية ودفعنا حقيقة كحلب اليوم ثمن كتير كبير لهذا الأمر. ولكن الحمد لله ما ندمانين أبدا على هذا الأمر، لأنه بالفعل عبر تعريتهم الناس اكتشفتهم واكتشفت ألاعيبهم. لذلك أنا بتمنى يعني صراحة أنه تضل ماشية حلب اليوم، ورسالتي إلى أنه تضل على الخط الثوري بنقل معاناة الناس ونقل الظلم والفساد يلي عم يصير. ما بس ننقل نحن ما يتم من جرائم يرتكبها النظام السوري. الأستاذ وسيم الحاج، مدير إذاعة حلب اليوم سابقا، كل الشكر لحضورك معنا اللطيف بهذا اليوم وبهاي المناسبة. طبعا أكيد نحن باقيين ومستمرين لإيصال كلمة الحق للشعب السوري وصوتهم. كل الشكر لحضرتك ونتمنى لك يوم سعيد. شكرا لك أستاذ مشاهد. أهلا وسهلا مشاهدينا. عم نرجع لعند السيد أنيس. شو بتحب تسمعنا سيد أسيد أنيس قبل ما نطلع فاصل؟ طبعا ذكرونا بحلب. حلب مشهورة في طبعا الموشحات والقدود الحلبية وأيضا الموالات، فمن جملة الموالات بدي أسمعكم موال من نظم الأستاذ علي سندي أبو أحمد، وهو أستاذ وباحث في اللغة، يعني في اللغة وكذا. أمان 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 أمان. شهد القوافي انتظم لما الوصف شهبا، دار الخليل التي فيها الحجر شهبا، أرضى منابع كرم خصبا، وما شهبا يا 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 ما. شهد القوافي انتظم لما الوصف شهبا، دار الخليل التي فيها الحجر
شغبة أرضى منابع كرم خصبة وما شغبة ورجالها بالحرب أساد أساد بين الحلب يا يابا سلوا سيوف الردى حين النوازل حلب سلوا سيوف الردى حين النوازل حلب لله درك أيا دار الشهامة حلب تاجا مرصع ذهب فوق المدن شهبة حبيبي لله درك أيا دار الشهامة حلب تاجا مرصع ذهب فوق المدن شهبة يا يابا 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 يا يابا 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 يا يابا زمن زمن بعد زمن والله يا عيني يا عيني إلو زمن القمر ما بان زمن زمن بعد زمن والله يا عيني يا عيني إلو زمن القمر ما بان يا نجمتين يشهدوا والله يا عيني يا عيني أني تايب لوجه الله عن المعاصي محبوب أهلا والله زمن زمن بعد زمن والله يا عيني يا عيني إلو زمان القمر ما بان واشتقت ليكم قوي والله يا عيني يا عيني مش حيلته حيلته الأشواق مش حيلته المشتاق أطلب رضاكم كمان والله يا عيني يا عيني طلب الأسير الأسير عتاق يا حلو يا مسليني يلي بنار الهجر كويني يا حلو يا مسليني يلي بنار كويني رد الجواب يا جميل هنين يا عين من كتر شوي عليك ما بنام أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لأنها نبض المجتمع السوري ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصورة نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزا على رأس الساعة ومفصلا بالنشرات نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية لتكون حلب اليوم بوصلة الخبر والصورة مرضى اللي تغيب
عنين الناورة. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد بحلقتنا المخصصة للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق قناة حلب اليوم. نعم، عدد كبير من الصحفيين والمراسلين والمصورين عملوا في قناة حلب اليوم على مدار العشرة أعوام الماضية وساهموا بكل نجاح وبكل خطوة، لكن للأسف في زملاء فارقونا، ومع الغصة على غيابهم حبينا نستذكرهم ونقول إنكم غبتوا عننا وعن دنيانا، ولكن نأمل أن تكونوا من أهل الجنان، ورغم الغياب أنتم معنا وبقلوبنا وذكركم دائما على طول حاضر معنا. منتابع مشاهدينا سوا هاي المادة التالية. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي الكرام، في بدء الثورة كان المدني يعشق العسكري المجاهد الذي حمل السلاح. مضت أيام فتغيرت بعض الأحوال. الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يقول التنظيم إنه يحكم بإمامة المتغلب والشوكة، فهل هذا الحكم صحيح؟ سنلتقي القادة من العلماء والقادة من المجاهدين في برنامجكم تنظيم الدولة بلسان القادة. سنصل وإياكم إلى خنادق المجاهدين لنتلذذ بإنجازاتهم.
خربت والغني هاي ورح ينتصر هالاسلام. جهز حالك للاعدام، جهز حالك للاعدام، صوت وشاشه جميل. ويا بوتين ويا صرماي خربت انت الوقت الباقي، خربت والغني هاي ورح ينتصر هالاسلام. أكيد الرحمة لأرواح زملائنا، ونتمنى أنه هنن يعني نحن مكملين طريقهم ولإيصال كلمة الحق وصوت الشعب السوري. ورح ننتقل لمشاهدينا لمعايدات الزملاء السابقين، ونبدأ مع الزميلة حلا الخطيب اللي شاركتنا فرحتنا اليوم، وبنسمع سوا رسالتها. بدي أقول للقناة اللي تعودنا دائما نفتح عليها من بداية الثورة لهلا، ونشوف دائما قول الحق والواقع مثل ما هو كل عام، وهي باستمرار وتقدم أكثر وأكثر كل عام، وجميع العاملين فيها بألف خير وصحة. وإن شاء الله يا رب ننشد الحرية الإعلامية كما يجب أن تكون، ونبني الثقة اللي انهدمت للأسف أو ما كان لوجود يعني من قبل مع السوريين والمواطنين، ونكون فعلا كإعلاميين صوت الحق لجميع الجمهور والشعب. نعم، من حلا إلى رسالة الزميل عقيل حسين، وهو صحفي سابق في قناة حلب اليوم من تابع سوا. مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة قناة حلب اليوم، نبارك للإخوة والزملاء في هذه القناة، ونحيي جهودهم من أجل تطويرها والعمل المستمر لتقديم الأفضل. كنا جزءا من هذه المؤسسة في مرحلة من المراحل، واستمر الزملاء من بعدنا في تطويرها والعمل من أجل خدمة قضية الشعب السوري. بين الانطلاقة وبين حلول الذكرى العاشرة، نلاحظ بوضوح التطور الكبير الذي طرأ على هذه القناة. استطاعت حلب اليوم أن تأخذ مكانها كجزء أساسي من الإعلام السوري الجديد. نحن نثق بإمكانيات وقدرات وبجهود الزملاء في هذه القناة، ونتمنى أن تستمر بالتقدم نحو الأفضل. نعم مشاهدينا، للتنويه نحن رح نكون معكم على الساعة 1 ببث مباشر على صفحة الفيسبوك فقط، لنكمل احتفالية القناة. بالعودة إليك سيد محمد، قبل ما نطلع فاصل شو حابب تسمعنا شيء هيك من اختيارك؟ طبعا حلب تمتاز بكثر ملحنين القديمين، ففي مقطوعة يعني طبعا هي مشهورة لأهل حلب، ما في منشد ولا مطرب إلا ما بيشتغلها، هي طبعا ابعت لي جواب وطمني. أيوة، لكن قبل أن أبدأ بها، صاحب هذه هالمقطوعة اسمه منالوج، أو يعني هذا اسمه بكري كردي. بكري كردي أستاذ عظيم الله يرحمه، رجل عملاق في التلحين، وأخذ نموذج أهل مصر. فأهل مصر عندهم نموذج رائع في تلحين الكلام المحكي، فهو ابعت جواب طمني على ذلك. لكن فيها قبله بدي أسمعكم يعني من ألحانه شيء جميل جدا اسمه يلي سكن قلبي، طبعا من ألحان الحلبية يعني هي هو لحنه. يلي سكن قلبي ساكن
فيك واللي ساكن فيك. Amen.
نرحب فيكم مشاهدينا عن جديد. وصلنا لوقت قراءة رسائلكم للقناة بمناسبة ذكراها العاشرة. الرسالة الأولى من ماهر كساب قال: القناة الجميلة يلي ما وقفت ولا يوم عن تغطية أوجاع أهلنا وأفراحهم، طبعا والدور الأكبر لفريقها المتكامل إخوتي وأصدقائي الرائعين. تعليق آخر من محمد الخالد عم بيقول: القناة ما بدها حدا يحكي عنا، ما شاء الله عنا وعن الكادر المميز، كل الشكر والتقدير والاحترام للجميع. نعم، في رسالة من محمد العدنان قال: إن شاء الله بتبقى القناة دائما هيك مع الناس وبين الشوارع تحت القصف مثل ما تعودنا نشوفها، وتبقى تنشر الشيء الصحيح بدون الانحياز لأي طرفين كان. تعليق آخر من محمد غوينش عم بيقول: كادر وزملاء رائعون. نعم، في رسالة من نوال رئيف قالت: يا رب تبقى هكذا صادقة ولا يدخل إليها الرياء. سؤالنا طرحناه على الشارع السوري ومنتابع مشاهدينا سوى التعليقات بالمادة التالية. قناة حلب اليوم 10 سنوات من العطاء و10 سنوات من الثورة المستمرة مع الشعب السوري، نشكرها جدا على مسيرة 10 سنوات الماضية. حلب اليوم تحمل اسم مدينة عريقة جدا، تشتهر بهويتها الثقافية وتشتهر بقيمها وتشتهر بتراثها، مدينة غارقة في القدم والحضارة هي مدينة حلب. أرجو من قناة حلب اليوم أن تكون مواكبة لهذه الهوية الحضارية للمدينة، وأن تحافظ على القيم الأصيلة لمدينة حلب وعلى هويتها المحافظة. 10 سنوات على انطلاقة قناة حلب اليوم، هذه القناة التي كانت منبر في نقل أحداث الثورة السورية. نشكر جميع الكوادر فيها، نشكر جميع المراسلين، نتمنى لهم المزيد من التطور والاستمرارية في مواكبة أحداث الثورة السورية. قناة حلب اليوم ناصرت ودعمت الثورة السورية المباركة عبر توثيقها جرام بشار الأسد وكل داعمين. طبعاً نتمنى من قناة حلب اليوم إنشاء استوديوهات أكبر بالداخل السوري، إنشاء برامج وحوارات أكثر مع الشعب السوري الحر لنقل هموم الشعب الشارع السوري، وأيضاً نقل الإنجازات الثورة السورية المباركة. نتمنى لهم وللقناة ولإدارتها ولمراسليها مزيد من التطور والنجاح، لأن النجاح قناة حلب اليوم وهي أحد رموز الثورة السورية المباركة بالإعلام هو النجاح للإعلام الثوري في المنطقة. نعم، الدكتورة غادة حمدون مقدمة ومعدة برنامج قيم وحياة ومشاركة في برنامج مع بعضنا، بيسعدنا نستضيفك معنا بحلقة اليوم المخصصة للذكرى العاشرة لانطلاقة قناة حلب اليوم. يسعد صباحك دكتورة غادة. أهلا وسهلا فيكم وبقناة حلب اليوم، ومبروك يعني ذكرى الانطلاقة الأولى لحلب اليوم. بهني طبعا نفسي والشعب السوري على القناة، هذه القناة الحرة والقناة الثورية، والشرف أنه عملت فيها لمدة تقريبا 2 عام. يا دكتورة، نحن أكيد سعيدين بانضمامك لنا بهذا اليوم. دكتورة، شو يلي ميز فترة عملك معنا؟
لما كنت ضمن فريقنا؟ طبعا لهلا انت ضمن فريقنا اكيد وزميله لنا. طبعا لا والله انا طبعا ما بعتبر حالي طلعت من قناه حلب اليوم، لانه حتى يعني كثير بيسالوني انه للاسف شديد نحن عندنا المفهوم العمل كثير خاطئ عند السوريين، يعني اي انسان بيشتغل بمكان معين ثم بيتركه لمكان اخر، فانه لازم خلاص ما عاد له ارتباط بهذا المكان، وانه لازم يصير حتى بوصل لنوع من العداوه، لان عاده بتعرفي الاء خلال العمل الا ما يصير بعض الامور والمشاحنات او ما بسميها المشاحنة، بعض الاشكاليات يعني نوعا ما. فانا ابدا ما قطعت منذ ان تركت حلب اليوم، وانا على تواصل دائم مع، بعتبرها هي قناه للسوريين، هي ما انا قناه لشخص معين، هي قناه كلياتنا، قناه الصوت الحر، قناه الثوره، فكل واحد فينا يعني هي قناته، انت ما بده لازم يكون موجود، وانت ما طلب لهذه القناه ليشارك في شيء بهم شعبنا السوري لازم يكون ايضا موجود. طبعا تجربتي بالقناه لمده سنتين كانت من اجمل يعني التجارب، لانه مجال جديد انا كنت ادخله ما كنت اتوقع انه ادخله. طبعا بشكر الاستاذ خليل اغا اللي هو كان شجعني على الدخول بهذا المجال، انا لم يكن ضمن مجالي ابدا ان تخصصي الصيدله والعمل المجتمعي عاده والدعوي، فسبحان الله صديقتي زوجة الأستاذ خليل هي من رشحتني لهذا العمل، إنه هي منبر حر لكل الناس. فكان أنا خوفي جداً وقت بدي أبدأ بالعمل إنه يكون في قيود علي، إنه مثلاً لا تعمل هيك، لا تقول هيك، لا تحكي هيك، لأن إحنا تعلمنا تربينا بنظام بعثي قاسي في فترة 50 سنة إنه لا يمكننا أن نقول ما نريد، فكان يحذف كثير للأسف شديد سابقاً مما نقوله. الشيء اللي كان جميل خلال هذه السنتين ومن خلال الفريق اللي كان معي، ما كان في رقابة أبداً، يعني الحمد لله على كل شيء نقدمه، فكنا الصوت الحر. فكان برنامجي هو قيم وحياة، أنا لماذا اخترت هذا البرنامج؟ لأنه نحن بحقيقة نحن لم نسر فقط على نظام سياسي فقط، نحن سرنا على نظام اجتماعي كامل، لأنه النظام السياسي المستبد للأسف الشديد غير كثير بقيم السوريين واستطاع ذلك. فكنت أنا في هذا البرنامج تقريبا نحن نتكلم عن الثورة الاجتماعية التي حصلت للمجتمع السوري في ظل النظام القديم المستبد، وبعد بانطلاقة الثورة رصدت خلال هذا البرنامج كان الإيجابيات اللي حصلت للمجتمع السوري والسلبيات اللي كانت موجودة في المجتمع السوري والتي حصلت أيضا بعد الثورة. طبعا تقريبا البرنامج لمدة سنتين بين قيم وحياة وبين ما بعضنا كنت أنا مشاركة فيه ولست مقدم ومعدي. في البرنامج الأول كنت أنا مقدم ومعدي تقريبا 57 حلقة، تناولنا كل شيء في المجتمع السوري، حاولنا يعني نغطي هموم المرأة السورية، المرأة التي شاركت في الثورة. دكتورة غادة بهالمناسبة هي وبهذا اليوم، شو رسالتك للسوريين اللي بتحبي توجهيها عبر قناة حلب اليوم؟ بعجالة لو سمحتي لضيق الوقت. والله طبعا يعني طبعا لا يمل الواحد الحديث في عن تجاربه. شكرا لكم انكم اعطيتوني هالكام دقيقة. طبعا انا بتمنى على حلب اليوم بهذه الذكرى التقدم دائم، يعني انا اسعد دائما عندما اجد هذا التقدم اليوم بكادرة الجديد لحلب اليوم، واضح تمام على انه في تطور ودائما ان شاء الله الى الامام تبقى هي صوت الحر لكل السوريين، ليست فقط لمدينه حلب، هي تمثل كل السوريين. دكتورة غادة حمدون معدة ومقدمة برامج سابقة في قناة حلب اليوم، زميلتنا كل الشكر لحضورك معنا بهذا اليوم المميز، ونتمنى لك يوم سعيد. شكرا لكم. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج صباح سوري، تابعونا عبر معرفات القناة الرسمية الظاهرة أسفل الشاشة. نعم مشاهدينا، ومنذكركم مجددا بموعد الاحتفالية الرسمية اللي حتكون على الساعة 1 على البث المباشر على فيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الختام ما بيحلى إلا بصوت السيد محمد. أستاذنا محمد، بدنا الختام يكون معك اليوم مثل العادة مسك، فشو حابب تسمع؟ أهلا وسهلا، تشرفنا، تكرموا. ملكتم فؤادي بشرع الهوى، ملكتم فؤادي.
اشغل